خليك اتفضل. تكمل كلامك، ناخد برضو رأي واحد من أصدقائنا برضو الأعزاء جدا، واحد من المحبين جدا لقلوبنا جميعا الحقيقة، وأنا دايما بسميه المدير الفني لحراس المرمى، سواء سابقا يعني في النادي الأهلي وحاليا لمنتخبنا الوطني، كابتن مصر كابتن أحمد ناجي. ازيك كابتننا؟ كلام ازيك يا حبيبي؟ وحشني جدا 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 جدا. انت اللي وحشني. حقيقي. وعلاء طبعا وحشني جدا. علاء انا بتكلم معاه حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك. لكن انت كمان يا اسلام وحشني جدا جدا. ربنا يخليك يا كابتننا. ويعني اعتقد النهارده حفل يعني او حفل للقرعه حاجه مبهره جدا وحاجه عظيمه جدا. حاجه اسطوريه. اتبسطت يعني؟ ولا قرعه في اي قرعه في كاس عالم حتى، يعني ده احلى. لسه بنقول يا كابتن. كاس عالم اتعملت حاجه بحضن ابو الهول والهرم. وعبق التاريخ و7000 سنه حضاره و... حاجه مش طبيعيه يعني. هو الساعه بس اللي معكنين علينا شويه. الايه؟ الساعه. الساعه. لا بس انت قدها وقدود، مفيش مشكله. يعني كابتن ناجي برضو، يعني ان تكون مصر في المجموعه الاولى، مصر وزيمبابوي واوغندا والكونغو، اعتقد ان هي مجموعه متوازنه، مش هقول ولا ضعيفه ولا هقول قويه. هي مجموعه فعلا متوازنه، ولكن طبعا اوغندا فرقه كويسه جدا، وزيمبابوي فرقه كويسه جدا، والكونغو طبعا احنا عارفينها ولعبناها. لا فرق يعني، بس انا رايي الشخصي ان احنا اللي هنلعب على البطوله، فهنبص على الدور الاول يعني. طبعا، ولكنها البدايه يعني. ولكن طبعا الحمد لله يعني في مجموعه فيها جنوب افريقيا والمغرب وناميبيا وكوت ديفوار. دي اصعب مجموعه. مجموعه قويه جدا دي، يعني في فرق هتتظلم منها يعني. بس في توالت. ربنا يسهل ان شاء الله باذن الله تكون كويسه. كابتن، اول ما سمعت المجموعه واختيارات المجموعه كان انطباعك الاول ايه؟ وانا كنت يعني مش عايز فرق من شمال افريقيا، مش عايز فرق من الجنوب الغرب اللي هو الكاميرون او نيجيريا او غانا الحاجات دي. نعم. خليها بعدين يعني، خليها بعدين. طيب، لكن انت في الاخر شايف ان هي مجموعه متوازنه ما فيهاش اي. الحمد لله. الحمد لله طبعا. طيب. الحمد لله. كابتن، عندنا بكره مباراه، النادي الاهلي عنده مباراه هامه جدا بكره امام سان داونز. من وجهه نظرك، ما حدث في المباراه الاولى او بعد ما حدث في المباراه الاولى، هل يستطيع النادي الاهلي بكره ان شاء الله ان هو يحقق ما يريده جمهوره؟ انا عايز اقول ان النادي الاهلي يلعب بروح الفانيلا الحمراء على راي يعني كل كابتننا وكل الناس اللي اتربينا على ايديهم، يلعب بروح الفانيلا الحمراء والباقي على ربنا. تطالب يعني اللعيبه بايه يا كابتن؟ يلعب الماكسيموم بتاعه وبعد كده ان شاء الله خير باذن الله. متفائل يعني بكره ان شاء الله، على الاقل سيبك من النتيجه، لكن متفائل بشكل النادي الاهلي بكره ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن ناجي. ان شاء الله ان شاء الله يا حبيبي، وان شاء الله نشوفك قريبا جدا يا كابتن ناجي، وكل التوفيق لحضرتك في الفتره القادمه. ربنا يخليك. شكرا جزيلا يا كابتن ناجي. شكرا جزيلا كابتن احمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني. كنت هقول النادي الاهلي بس واحد. اتفضل يا استاذ علاء، كنت بتكلم. انا بقول لحضرتك يعني الرساله وصلت، وزي ما كابتن احمد بيقول ان هي حفل اسطوري، وبيقول لك شوف يعني حتى قال ان في قرعة كاس عالم بتتعمل في قاعات مغلقه، لكن مزبوط. مصر كانت عايزه توصل رساله. القرعه طبعا زي ما تقريبا ما فيش غير المجموعه الرابعه طبعا اللي هي فيها المغرب و